قصص مستوحاة من الواقع. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. حاجز على مشارف الأخضرية. في العام 2000 تخرج باللحبيب الغالي دركيا برتبة عريف. لم يكن الشاب ذو 24 ربيعا يخفي فخره وهو يمر بشوارع حي ميامي في بوفاريق، الشوارع نفسها التي عرفته طفلا وشهدت اختلافه إلى فصول الدرس. كان ابن الحي، ولكنه بعد أن تخرج وارتدى بذلة الدركي صار في أعين الناس دركيا. لم تكن تهمه نظرة الناس إليه بقدر ما كان الأهم عنده أن يؤدي المهام التي توكل إليه بأمانة وإخلاص. ألم يقسم على ذلك يوم تخرج؟ ثم سرعان ما انتبه إلى أن زهوه ذاك ببذلته ومشيته العسكرية لم يكن سوى مرحلة لم تطل، وما لبث أن لاحظ أن كثيرين ممن كانوا له أصدقاء قد نأوا وتواروا، وجاء ناس آخرون مترددين يريدون لديه صداقة ظنهم مخلصين في طلبها. وكذلك صار برج عماد جليسا له، ثم صار أصدقاء برج أصدقاء له لفرط ما التقى بهم. لم يكن بالحبيب الغالي يعلم، ولعله لم يكن يريد أن يعلم، أن برج عماد وهو من أبناء بوفاريق يتعاطى نشاطا مشبوها، وقد قيل إنه كان منغمسا حتى العنق في عمليات تهريب للمخدرات وتبييض للأموال. ولقد استغرب كثيرون أن يجالس الدركي الشاب شخصا من طينة برج عماد. لم ينقض أكثر من عام ونصف العام حتى صار بالحبيب الغالي شخصا يأمه كثيرون من أبناء بوفاريق يريدون وساطته لقضاء حاجات لهم في الإدارة، وبشكل خاص في إدارة الدرك. ومن حيث لم يدري وجد نفسه يحمل كل مساء إلى بيت أسرته في حي ميامي ملفات ورسائل. ولعل ما شجعه أكثر أنه التقى في مناسبة حفل عقيقة أقامه برج عماد برئيسه المباشر وهو برتبة ملازم. ليلتها أحس بسقوط الحواجز كلها بينه ورئيسه، وقد ساهم برجي في ذلك بحظ وفير. بعد ذلك التقاه مرات كثيرة في ليالي كان ينظمها برجي لمن يعدهم أصفياء من أصدقائه، وكان للمقدم شبكة من العلاقات واسعة تخترق المصالح الأمنية والإدارية. وكذلك صار بالحبيب الغالي وسيطا مقبولا تمر عبره الريشة فيناله حظ منها. مع مرور الوقت وانغماسه أكثر في تلك الوساطات صار لا يستطيع أن يرفض طلبا أو يعصي أمرا لأناس مثل برج عماد. إن رفض أو عصى فإن ذلك سيعني فقدانه مصدر دخل يفوق أجره الشهري بعدة مرات، بل إنه إن رفض أو عصى قد تتم تصفيته في حادثة سير مفتعلة تنفذ وفق سيناريو متقن لا مجال للتراجع. في 10 يونيو من العام 2005 وقد صادف يوم جمعة، قال له برجي إنه بحاجة إلى خدمة منه. أوحى إليه بأنه لا يريد أن يطلع على الأمر أحد غيره. سكت الدركي الشاب فواصل برجي حديثه. أبلغه بأنه يريد أن ينقل مبلغا من المال بالعملة الصعبة إلى قسنطينة. لم يسأل بالحبيب الغالي عن المبلغ ولا عن اليوم الذي سيتعين عليه فيه أن يسافر، فقد عوده برجي على تدبر الأمر. ما يهمه هو المبلغ الذي سيؤول إلى جيبه. قبل أن ينصرف قال له إن عليه أن يتدبر أموره ليسافر الثلاثاء. هو يوم عمل بالنسبة إليه، ولكنه مضى إلى رئيسه الذي لم تعد بينهما حواجز، وإن كان في الظاهر يعامله معاملة الرئيس لمرؤوسه. في الأمسيات الخاصة التي يحضرانها فسحة للسخرية من لحظات العلاقة الرسمية، علاقة المرؤوس برئيسه. طلب منه إجازة طارئة من يومين
وادعى أن عليه أن يسافر إلى قسنطينة لعيادة خالة له مريضة هناك. ابتسم المقدم ووافق دون تردد. في منزل بشارع المختار التقى الدركي الشاب ببرج عصر السبت. كان وحيدين، في كل الأحوال لم ير شخصا آخر، وقد أبلغه برجي بأنه لم يجد غيره في من يعرفهم من يأمنه على مبلغ من المال يريد أن يسلمه شخصا في قسنطينة. في كلام برجي ما يوحي لبن الحبيب الغالي بأنه صار أكثر قربا من الرجل الذي يتحكم في موارد مالية هامة. يتذكر حلما قديما لم يتسن له أن يحققه بعد، أن يملك منزلا فسيحا له حديقة ويتخلص من الشقة القديمة التي يشارك فيها والديه وشقيقتيه، القفص كما كان يسميها حين يتجر من ضيقها. قال له برجي إنه سيسلمه حقيبة بها 100,000 دولار وسيعطيه سيارة رباعية الدفع ليسافر إلى قسنطينة ويسلم المال إلى شخص سيكشف له اسمه وعنوانه عندما يصل إلى قسنطينة. كان عليه أن يتصل به فور وصوله. ما سيناله من تلك المهمة 2,500 دولار. يعلم بالحبيب أنه يستطيع الوصول إلى قسنطينة في 5 ساعات وربما أقل من ذلك بقليل، وأن يعود منها في مدة مثلها. قدر أن لا يتجاوز مكوثه في قسنطينة 3 إلى 4 ساعات، وكذلك اقتنع بأن المهمة لن تستغرق أكثر من 24 ساعة وأنه سيكسب فيها 2,500 دولار. في الأمر ما يغري بالمغامرة. صباح 14 يونيو نهض باكرا واستعد للسفر إلى قسنطينة. مضى إلى ذلك المنزل في شارع المختار. في 7:30 صباحا كان برج عماد ينتظره، لعلها المرة الأولى التي يراه فيها بلباس رياضي. لم يكن أحد سواهما في البيت فيما يبدو. صعد برجي الطابق الأول، دعا بالحبيب فتبعه. لم يدخل منزلا بتلك الأناقة. في غرفة ينتهي عندها ممر ضيق ما يبدو مكتبا، جلس بالحبيب على أريكة بينما مضى برجي إلى دولاب وأخرج حقيبة جلدية. فتحها فظهرت مرتبة رزم أوراق الدولار. لست بحاجة إلى عدها، فلن أسلمك المفتاح ولا الرقم السري الذي ستسلمه الحقيبة، لديه المفتاح والرقم السري. ابتسم بالحبيب بينما أنزل برجي غطاء الحقيبة الجلدية، فاختفت رزم الأوراق النقدية التي لم يرى بالحبيب مثلها إلا في الأفلام التي أتيحت له مشاهدتها. أغلق برجي الحقيبة وبسرعة أدخل الأرقام السرية وسلم الحقيبة بالحبيب الغالي ومعها ظرف فيه 200,000 دنانير الجزائرية، ودعه وهو يقول له: هذا سر بيننا، سأنتظر مكالمتك من قسنطينة. في الطريق إلى قسنطينة استوقفته حواجز للجيش والدرك على مستوى تيسل المرجى وبرتوتا وخميس الخنشلة. كان كلما أدلى بوثائق هويته المهنية سمح له بالمرور، وقد ظن أن كل الحواجز ستفتح في وجهه، ورأى أنه سيكسب 2,500 دولار دون أن يكلفه ذلك شيئا. سينتبه إلى أنه أخطأ الحساب. على مستوى الأخضرية أقيم يومها حاجز للجيش به عدد كبير من الجنود. السيارات تتقدم ببطء شديد، ظن أنها عملية تهدف إلى ضبط أفراد مجموعة مسلحة ربما. ففي الأخضرية ظلت إلى وقت قريب تنشط مجموعات مسلحة تستهدف الجيش والدرك والمدنيين على حد سواء. حسب بالحبيب أن الجندي الواقف عند الحاجز والذي يعلق بندقيته الرشاشة إلى كتفه لن يلبث أن يعطيه إشارة للعبور. لم يحدث ذلك، بل أشار إليه أن يتوقف على جانب الطريق. بقي الجندي مكانه، وما أن توقف حتى وقف عنده جندي سرعان ما رأى أنه أرفع رتبة من ذلك الواقف عند الحاجز. طلب منه أوراق هويته وأوراق السيارة. نظر في بطاقة هويته. هل أنت دركي؟ نعم، أنا أعمل في بوفاريك. جميل جدا، كيف هي بوفاريك؟ بخير، تسلم عليكم.
ضحك الجندي فتفطن بالحبيب إلى أنه دون تفكير كرر ما يكرره على كل من يسأله عن أمه وأبيه، إذ كان يرد بخير ويسلمان عليكم. ماذا في صندوق الأمتعة؟ هو السؤال الذي لم يكن بالحبيب يرغب أن يطرح عليه. لا شيء، هناك فقط سامسونيت بها أوراق تخصني. جميل، وهل لي أن أرى تلك السامسونيت؟ لم ينطق الدركي الشاب بكلمة، ترجل وفتح صندوق الأمتعة. نظر الجندي وقال له: هل لك أن تفتح هذه الحقيبة لنرى ما بداخلها؟ لم يكن يتصور أن يطلب منه ذلك. أدخل يده في جيب معطفه متظاهرا بأنه يبحث عن المفتاح، ولما أبطأ قال له الجندي: لدينا وسائل أخرى نفتح بها الحقائب. قال بالحبيب: أظن أنني تركت المفتاح في البيت. أخذ الجندي الحقيبة السوداء وطلب من بالحبيب أن يتبعه. غير بعيد شاحنة للجيش سيكتشف أن بها ما يشبه مركزا للقيادة. لقد نسي مفتاح الحقيبة يا سيدي، كذلك قال الجندي وهو يسلم الحقيبة وأوراق هوية بالحبيب لرئيس الحاجز. نظر في الأوراق ورفع بصره إليه: الأخ من الدرك، أليس كذلك؟ نعم سيدي، قالها وألقى بتحية عسكرية لم يكن فيها من خطأ. رجال الدرك نعاملهم معاملة خاصة. نطق رئيس الحاجز تلك الكلمات بنبرة حارب الحبيب في تصنيفها. هل كان العسكري جادا أم هو يسخر منه؟ وجد بالحبيب الغالي الدركي الشاب نفسه في موقف لم يألفه. في بوفاريغ الجميع يعرفونه، علاقاته المتشابكة مع كل الذين يعرفهم برج عماد جعلته شخصا محترما ومهابا ولو نفاقا ورياء، ولذلك هو لم يتقبل في قرارة نفسه أن يتم توقيفه كما يتم توقيف الآخرين عند الحواجز. صحيح أنه لن يقدر على الصدع بما يجده، ولكنه يظن أن لا أحد يستطيع أن يقنعه بأنه في الحالة التي تم توقيفه فيها عند حاجز الجيش عند مشارف الأخضرية لم يكن سوى مواطن عادي يسري عليه ما يسري على المواطنين العاديين، إلا أن يقدم ما يثبت أنه في مهمة عمل رسمية. وجد بالحبيب الغالي الدركي الشاب نفسه في موقف لم يألفه. في بوفاريغ الجميع يعرفونه، علاقاته المتشابكة مع كل الذين يعرفهم برج عماد جعلته شخصا محترما ومهابا ولو نفاقا ورياء، ولذلك هو لم يتقبل في قرارة نفسه أن يتم توقيفه كما يتم توقيف الآخرين عند الحواجز. صحيح أنه لن يقدر على الصدع بما يجده، ولكنه يظن أن لا أحد يستطيع أن يقنعه بأنه في الحالة التي تم توقيفه فيها عند حاجز الجيش عند مشارف الأخضرية لم يكن سوى مواطن عادي يسري عليه ما يسري على المواطنين العاديين، إلا أن يقدم ما يثبت أنه في مهمة عمل رسمية. ما قاله رئيس الحاجز يقلقه، يتساءل عما كان يقصده ذلك العسكري بالمعاملة الخاصة التي يحظى بها رجال الدرك. العسكري المزهوب نياشينه يمسك بالسامسونيت السوداء يقلبها. نظر إلى بالحبيب: هل حقا نسيت المفتاح في بوفاريغ؟ نعم سيدي. ابتسم العسكري وعاد بنظره إلى عيني بالحبيب: سيكون مؤسفا أن نمزق هذه السامسونيت الجميلة، علينا أن نعرف ما بداخلها. قبل أن يرد بالحبيب أو يعلق، أمر العسكري الواقف عند الحاجز حافلة صغيرة بالتوقف. تجاوزت ببضعة أمتار رباعية الدفع التي وفرها برج عماد وتوقفت. نزل السائق وجاء للقاء رئيس الحاجز، كان يبتسم وكأنه جاء للقاء صديق. لما اقترب ترك العسكري بالحبيب ومضى نحوه. بدا له أن الرجلين تبادلا كلمات خارج السياق، ورأى سائق الحافلة الصغيرة يقدم رشوة للعسكري الذي سارع بدسها في الجيب الخلفي لسرواله، وسرعان ما انصرف السائق ولم ينتظر إشارة
من العسكري الواقف عند الطرف الآخر من الحاجز، وانطلق بحافلته مخلفا وراءه موجة من الغبار. وجد بالحبيب نفسه في مواجهة نوع من المعاملة لم يكن غريبا عنه البتة، هو المنغمس في الإرشاء والارتشاء. لما كان العسكري مقبلا تعمد بالحبيب ابتسامة، لم يجد العسكري بدا من الرد عليها بابتسامة مثلها، إذ أيقن أن الدركي الشاب رصد ما دار بينه وسائق الحافلة الصغيرة. ثم قال وكأنه لم يتحرك من مكانه: نسيت المفتاح في بوفريق. نعم سيدي، أؤكد لك أن ما في الحقيبة إلا أوراقا تخصني. ولأنه رآه رأي العين وهو يقبض الرشوة تجرأ وأضاف: هل يرضيك سيدي أن يدفع عسكري مثلي رشوة لعسكري مثلك؟ ماذا؟ رأيت كل شيء، لا غرابة في الأمر. ماذا رأيت؟ كل شيء. بدا أن شكوكا تسربت إلى العسكري، ولذلك أمعن بالحبيب في جرأته. قال مسترسلا: الحقيبة التي بين يديك سيدي بها أوراق لي، وإذا رغبت في فتحها سأتصل بالعقيد بريك ليرسل إلي بالمفاتيح، وأنا على أتم استعداد لأنتظر هنا بجانبكم سيدي. بريك هو اسم سماه عن غير قصد وألحق به رتبة عقيد. بدا له أن الحيلة انطلت على العسكري الذي لا كلام يعلو فوق كلامه في ذلك الحاجز، ولعله كان بحاجة إلى مخرج يتيح له أن يتخلص من هذا الدركي الشاب الذي يبدو مزعجا. صعد الشاحنة وبعد ثواني معدودات نزل وفي يده الحقيبة السوداء. نظر إلى بالحبيب وبنبرة بدا متكلفا فيها الحزم قال له: لو أنك قلت لي إن الحقيبة للعقيد بريك لما تركتك تنتظر كل هذا الوقت. خذ حقيبتك وامضي إلى حال سبيلك، لا تقل إننا أخرناك. لم يصدق أن الحقيبة أعيدت إليه. أدى تحية عسكرية اجتهد في إتقانها، ورد عليه العسكري بتحية أقل حماسا. أسرع الخطى وركب رباعية الدفع. كانت قد مرت ساعة على توقيفه عند ذلك الحاجز. انطلق، وقبل أن تبلغ العجلات الإسفلت ارتفع ستار من الغبار. كان العسكري واقفا يتابع السيارة وهي تبتعد. لم تكن قد مرت سوى 5 إلى 10 دقائق لا أكثر عندما توقفت عند الحاجز سيارة سوداء من الصنف الفاخر. الزجاج ذو اللون الداكن لا يتيح معرفة من في السيارة، قليلة هي السيارات الفاخرة التي تمر من تلك الطريق. يعلم العسكري الذي يرأس حاجز الجيش أن شخصية مهمة توجد على متنها، ولذلك أسرع الخطو إلى حيث يقف الجندي. ما أن وصل حتى أنزل زجاج المقعد المجاور للسائق وظهر وجه رجل حلق ذقنه بعناية، في رأسه شيب غلب على ما بقي من سواد في شعره، تشي ملامحه بهدوء غريب مريب. قال الرجل: أنا العقيد بريك. لم يرد العسكري بكلمة، تسمر مكانه وأدى التحية. غوبو، قال صوت هادئ. مون كولونيل، لم نفتح الحقيبة. الرجل: لم يبلغنا أنها حقيبتكم سيدي. عن أي حقيبة تتكلم أيها؟ أنزل نظارتيه الشمسيتين وألقى بنظرة إلى كتفي العسكري. عن أي حقيبة تتحدث أيها السيرجون؟ الحقيبة السوداء، السامسونيت السوداء سيدي. تخطت السيارة الفارهة الحاجز ببضعة أمتار ثم توقفت. نزل الرجل الذي قال إنه العقيد بريك. قل لي كل شيء أيها السيرجون. نعم سيدي، قبل قليل مر بالحاجز دركي لم يكن في خدمة، ورصدنا معه سامسونيت، قال إن بها أوراقا تخصه، ولما أردنا أن نطلع على ما بداخلها قال إنه نسي المفتاح في بوفريق من حيث جاء. صمت العسكري وكأنه يسترجع أنفاسه. كان العقيد بريك ينظر إلى بعيد، ولما لاحظ صمت العسكري الذي أمامه التفت إليه، إذ ذاك واصل كلامه: ولما رأى مني إصرارا على فتح السامسونيت
قال إنه على استعداد للاتصال بكم وانتظار وصول المفاتيح، وإكراما لكم أخلينا سبيله ورددنا عليه حقيبته. ثار العقيد في وجه العسكري: كيف تفعلون ذلك؟ ألمجرد النطق باسم فلان أو فلان تتيحون المرور لمن لم تتحقق من أغراضه ومما يحمل معه؟ صمت قليلا ثم استأنف: كم مر من الوقت الآن؟ نحو 20 دقيقة سيدي. أريد ذلك الشخص الآن، هل سمعت؟ أدى التحية وتراجع إلى جهة الشاحنة، حمل بندقية رشاشة وركب سيارة عسكرية كانت مستوقفة خلف الشاحنة، وما لبث أن انطلق يحاول أن يلحق بابن الحبيب الغالي. كان يقترب من البويرة لما رأى في المرآة العاكسة سيارة عسكرية، لم يعيرها اهتماما، لم يكن يفرط في السرعة تفاديا لكل توقيف أو مساءلة. انتظر أن تتجاوزه السيارة وقد لزم شريط أقصى اليمين، اقتربت منه ثم بدأت في تجاوزه. لما صارت في مستواه رأى سائقها، لم يكن قد نسيه بعد، هو العسكري المسؤول عن حاجز الأخضرية. أشار إليه أن يتوقف، وحتى لا يثير لديه شكا امتثل، نحى أقصى اليمين وقد ظن أن العسكري سينزل من سيارته، ولكنه تجاوزه وقال له إن العقيد بريك ينتظره. هم أن يسأله عمن يكون العقيد بريك، فتذكر الاسم الذي نطق به حتى يسمح له بالمرور وتعاد إليه الحقيبة. حرك رأسه موافقا، تقدم العسكري بسيارته وما لبث أن تبعه بالحبيب. انعطف العسكري يسارا وسار في الاتجاه الذي جاء منه، بينما واصل بالحبيب في اتجاه وسط البويرة، ما أن انتبه السيرجون إلى أنه لا يتبعه حتى انعطف عائدا، كادت تدهسه شاحنة صهريج. وصل مسرعا وتمكن من رؤية رباعية الدفع التي يمتطيها بالحبيب وهي تتوغل في البويرة، وما لبثت أن اختفت وفقد أثرها. لم يكن يعرف المدينة جيدا بالرغم من أنه مر منها عدة مرات. وجد نفسه في شارع الإخوة بوصندالة، يعلم أنه ملاحق الآن. دخل زنقة مكتظة تتفرع عن ذلك الشارع، ركن السيارة، حمل السامسونيت السوداء وخرج. عند بقال طلب إجراء مكالمة هاتفية، كان يتلفت يمينا ويسارا خائفا كان. ركب رقم الهاتف الذي أعطاه برج عماد، وما لبث أن جاءه صوته. حكى له بسرعة واختصار الذي حدث. أين أنت الآن؟ في البويرة. أعرف أين أنت في البويرة، قريب من شارع الإخوة بوصندالة، لا تبتعد كثيرا سيأتي من يخرجك من البويرة. ظل يذرع تلك الزنقة جيئة وذهابا إذ لم يرى آمن منها. بعد ساعتين مر بمحاذاته رجل يعتمر قبعة بنية بها خطوط سوداء رفيعة، لم يتوقف عنده وإنما قال له: اتبعني السلغالي. تبعه، أحس بأنهما يبتعدان عن ذلك الشارع المكتظ، أفضيا إلى أرض عارية بين بنايات متهالكة. ما أن صار في مستواه حتى أخرج الرجل من جيبه مسدسا وأطلق النار على بالحبيب، أصابته طلقة في الرأس وأخرى على مستوى القلب، لم يترك له فرصة للنجاة. أخذ السامسونيت وعدا وما لبث أن ذاب في الجموع. في اليوم التالي في صحف محلية عنوان عريض: إرهابيون قتلوا دركيا في البويرة. بعد 4 أيام جاء بجثته إلى بوفريق. كان برج عماد في مقدمة المشيعين، وحده يعرف الحقيقة كاملة. حادثة في جنفودا. تظن مينا أنها تجاوزت 70 ببضع سنين لما تلتقي جاراتها في قرية هوارة ولادرحو القريبة من جرسيف، تسوق رواياتها الخاصة لحوادث بعينها شهدتها القرية أو مناطق قريبة. ما كان يلفت الانتباه في شخصية مينا، الخالة مينا كما ينادونها في القرية، أنها احتفظت رغم سن عمرها باستقامة ظهر تضاهي بها الشابات، يروقها كثيرا أن تسمع من بعضهم ذاك المديح.
في العام 2000 كانت قد أمضت سنتين وحيدة بعد أن فارقها أصغر أبنائها عبد الغني الذي هاجر إلى إيطاليا. ذات صباح من مطلع مارس من العام 2000 طرق باب الخالة مينا، قليلا ما يطرق بابها في مثل تلك الساعة. كانت قد استيقظت منذ فترة ولذلك لم تتأخر في فتح الباب. وجدت أمامها دركيا شابا في كل أناقته، بادرها بالتحية وسألها إن كان هذا سكن عبد الغني العزيزي. أكدت له أنه منزله وسألته عن سبب السؤال عنها. صمت الدركي قليلا ثم قال لها إن عبد الغني تعرض لحادثة سير. ارتبكت المرأة وتلاحقت أسئلتها: أين؟ متى؟ قبل أسبوع، قال الدركي الشاب، انقلبت سيارته بالقرب من جنفودا في نواحي وجدة. أحست العجوز بأنها تكاد تقع على الأرض. بجانب الباب كرسي خشبي قديم اقتعدته، ثم بعد دقائق وكأنها استعادت وعيها قالت للدركي إن ابنها عبد الغني هاجر إلى إيطاليا منذ عامين، وإنه قبل أن يسافر باع سيارته تلك التي ذكر أنها انقلبت بالقرب من جنفودا. أسف الدركي الشاب للصدمة التي تلقتها المرأة العجوز، ولما اطمأن إلى أنها استعادت هدوءها ودعها ومضى. كان عدد غير قليل من الفضوليين قد تحلق حول باب الخالة مينا. أن يطرق دركي بابا في قرية كهوار ولد رحو من الأمور التي لا تمر دون إثارة انتباه وأقوال وتآويل. السيارة التي انقلبت قرب جنفودا ليلة الفاتح إلى 2 مارس من العام 2000 كانت ضمن مجموعة من السيارات التي يستعملها المهربون في المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر، تلك التي يسمونها المقاتلات. لما حل رجال الدرك بالمكان كانت النيران مندلعة بها وقد أتت على كل ما كانت تحمله من سلع مهربة. تبين من خلال العودة إلى البيانات الخاصة أنها سيارة في ملك عبد الغني العزيزي. يبدو الآن أن الذي اشترى السيارة لم يكمل الإجراءات ولم يقم بنقلها إلى اسمه. لم تمكن التحريات التي باشرتها مصالح الدرك في وجدة من الوصول إلى الذي كان يسوق السيارة حين انقلبت. لم تتوفر أي شهادات ولم يعثر في مكان الحادثة على ما يقود إلى سائق تلك السيارة التي كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال. ثم بعد عدة أيام علم المحققون أن الذي كان يسوق السيارة التي احترقت لم يخرج من الحادثة سالما، وإنه أصيب بحروق وكسور. قالت المعلومات التي توصل بها المحققون إن الرجل نقل على الفور على متن واحدة من تلك السيارات التي كانت تحمل المواد المهربة. وكما أن وجهة تلك السيارات لم تكن معروفة تحديدا، فإنها لم تكن معروفة الوجهة التي نقل إليها الشخص المطلوب. المستشفيات في وجدة لم تسجل ليلتها أي حالة إصابة فيها كسور وحروق. لم يعد لدى المحققين شك في أن الجريح إما فارق الحياة أو إنه نقل إلى مستشفى في مدينة أخرى. بعد 4 أشهر عاد عبد الغني العزيزي إلى هوار ولد رحو لقضاء عطلة الصيف وزيارة والدته. كانت الخالة مينا سعيدة بهذه العودة. كانت تظن أن عبد الغني تمكن خلال السنتين اللتين أمضاهما في إيطاليا من جمع ما يكفي من المال للزواج وإقامة فرح كانت الخالة مينا لا تكف عن التبشير بأنه سيكون فرحا غير مسبوق في هوار ولد رحو. كثيرون هم الذين كانوا يبتسمون لها حين كانت تكرر القول في مشروع زواج ابنها عبد الغني الذي صار يشارف الآن 40 من العمر. عودة عبد الغني لفتت انتباه المقدم الذي حين التقاه صباح اليوم 3 من عودته قال له إن رجال الدرك جاءوا يبحثون عنها قبل 4 أشهر لأن السيارة التي كانت في ملكه انقلبت بينما كانت ضمن مجموعة من سيارات المهربين بالقرب من جنفودا. ضحك عبد الغني،
قال للمقدم إنه باع تلك السيارة قبل أن يهاجر إلى إيطاليا للعمل، وإنه من باب الاحتياط استنسخ وثائق بيع السيارة، وإنه ما زال يحتفظ بها إلى الآن. رد المقدم معلقا بأن ما فعله كان عين العقل والصواب. يومها سافر عبد الغني إلى الناظور، وقد ظن أن حديثه مع المقدم انتهى بافتراقهما. مكث في الناظور يومين، زار خلالهما أقرباء له هناك، والتقى تلك التي أحبها ووعدها بالزواج. يوم عاد إلى هوار أولاد رحو، فوجئ عصر اليوم نفسه بزيارة رجل من مصلحة الدرك جاء من جرسيف. كان لديه سؤالا وحيدا: لمن بعت سيارتك؟ رد عبد الغني بأنه باعها لرجل قال إنه من وجدة. وحتى يؤكد صدق ما يقوله، أبلغ الدركي أنه يحتفظ بنسخة من وثائق بيع السيارة، وإنه يظن أن بها اسم الرجل الذي اشتراها منها. استأذنه في إحضار النسخة. يعلم عبد الغني أن والدته لم تقرب المحفظة التي كان يودعها كل الوثائق الإدارية التي تخصه، وأحيانا تلك التي تخص أفرادا آخرين من عائلته. بعد دقائق معدودات عاد إلى الدركي وفي يده الوثيقة. المشتري واسمه عدنان الخماسي، من مواليد العام 72900. تضمنت الوثيقة رقم بطاقة تعريفه الوطنية، وفي خانة العنوان كتب أنه يسكن في زنقة سايس بوجدة. تسلم الدركي تلك النسخ وانصرف. بالنسبة للباحثين، فإن الرجل الذي اشترى السيارة من عبد الغني العزيزي تحاشى نقل ملكيتها إلى اسمه، لأنه كان ينوي استعمالها في نشاط التهريب الذي يتعاطى له. كان الأمل في الوصول إليه معلقا على ما تضمنته النسخ التي كان يحتفظ بها عبد الغني. بعد أيام طرق باب منزل يقع في زنقة سايس في وجدة. الشخص الذي يسكن هناك اسمه عدنان الخماسي، ولكنه نفى أن يكون اشترى سيارة من أي كان. قال إن بطاقة تعريفه الوطنية سرقت منه قبل 3 سنوات، وإنه تمكن من الحصول على نظير لها بعدما قام بالإجراءات الضرورية. قال إن حافظة أوراقه سرقت منه في وجدة. خشي المحققون عودة إلى نقطة الصفر بعدما أيقنوا أن المبحوث عنه استعمل وثائق زائفة. كل المؤشرات تدفع إلى الانتظار، فقد تأتي معلومة ما تقود إلى المهرب. كان قد مر نحو عام على تلك الحادثة التي وقعت قرب جنفودة، لما توصلت مصالح الدرك برسالة من مجهول يقول فيها إن الشخص الذي كان يقود تلك السيارة التي انقلبت ليلة الفاتح إلى 2 مارس من العام 2008 يوجد حاليا في بنيدرار. أضافت الرسالة أنه يتولى إدارة مخزن للبضائع المهربة، لأن الكسر والحروق التي أصيب بها في الحادثة جعلته غير قادر على سياقة واحدة من تلك السيارات التي يسمونها المقاتلات. لم يرد في الرسالة مجهولة المصدر أي اسم. يعلم الباحثون أن تنافسا يحتد أحيانا بين المهربين يدفع ببعضهم إلى محاولة التخلص من غريم أو منافس عنيد، ولم تكن الوشاية التي توصلت بها مصالح الدرك أمرا نادرا. تم إيفاد من يتبين صدق ما جاء في تلك الرسالة هناك في بنيدرار. كان يتعين اكتشاف شخص يتولى تدبير مخزن للسلع ويعاني من عرج وحروق. أمضى الذي أرسل في تلك المهمة يوما كاملا في سوق بنيدرار، ولكنه لم يهتدي إلى أي شخص يستوفي الأوصاف التي وردت في تلك الرسالة مجهولة المصدر. وقد لاحظ أن أحد المخازن كان مغلقا طوال ذلك اليوم. قيل له لما سأل إن الذي يديره مريض. علم الباحث من أحد العاملين في السوق أن الرجل مصطفى الملقب بالكردة كان قد تعرض قبل أشهر لحادثة، وأنه نجا من الموت بأعجوبة. لما وصل إليه كان في وضع صحي لا يسمح بالاستماع إليه. قالت زوجته إن اسمه مصطفى الموساتي، وإنه أصيب في حادثة لما انقلبت السيارة التي كان يسوقها قرب جنفودة. كانت المرأة تتحدث بما يشبه العفوية،
لما قالت إن صديقه مومن هو من أنقذه ونقله إلى مستشفى في الناظور. لم تكن المرأة تعرف مومن، ولكن الباحثين سرعان ما وصلوا إليه كان يتزعم شبكة للمهربين، وكان هو من اشترى السيارة من عبد الغني. لما سئل عن سبب عدم تحويله السيارة في اسمه، نظر إلى الذي سأله واكتفى بابتسامة. حارس القيسارية. بعد أن ينصرف التجار بعد الزبناء، يغلق العم محمد أبواب القيسارية، وقد دأب على تناول وجبة العشاء مباشرة بعد أن يطمئن إلى أن لا أحد بقي في الداخل وأنه سيد عالمه الليلي. كان يتخذ من مكان مقابل للباب الرئيسي للقيسارية مجلسا له، يرسل قطعا من الكرتون ثم جلدة كبش بيضاء تزينها شامات بنية. يتناول طعامه بعد أن يشغل راديو كاسيت قديم لونه أسود. يستمع كل ليلة إلى أغاني أم كلثوم، يحفظها عن ظهر قلب، وحين تتيه عن ذاكرته مقاطع أو كلمات فإنه يعوضها بدندنة تساير الإيقاع العام. من حين إلى آخر يقوم بجولة عبر كل ممرات القيسارية. كان رجلا أمينا، فخلال كل السنوات العشر التي أمضاها حارسا للقيسارية لم يشكو أي من التجار سرقة أو ضياع بضاعة أو مال. في الصباح في حدود التاسعة يغادر العم محمد القيسارية بعد أن يصل أول تاجر. الذين يعرفونه عن قرب يعرفون أنه لم يتزوج، وأنه يسكن غرفة اكتراها فوق سطح إحدى العمارات في حي المحيط في الرباط. عدا ذلك لا يعرف عن الرجل أي شيء آخر. في تلك العمارة قليلون هم الذين يعرفونه. يأوي إلى غرفته ضحا، ينام ولا يستيقظ إلا عصرا ليستعد لليلة جديدة في القيسارية. لم يكن يزوره أحد، وقليلا ما كان ينزل إلى المقهى المقابل للعمارة. وقد ظن فضوليون أن وراء الرجل سرا ما، كان تكتمه يستفز الفضول. رجل جاوز الستين يعيش وحيدا في الرباط، كانت طريقته في الكلام تشي بأنه ينحدر من المنطقة الشرقية. لعل المرحوم الحاج القادري الذي كان أمين تجار القيسارية كان يعلم عنه أكثر من ذلك، فهو الذي اتفق معه على أن يتولى الحراسة ليلا. الرجل كان ضمن مجموعة من عمال البناء قاموا بأشغال في القيسارية، وقد أعجب الحاج بجديته وتفانيه في العمل، وبما أنه نال ثقة الحاج فقد نال بالتالي ثقة كل التجار. مرت 10 سنوات، نحن في العام 2000. بدأت تظهر على العم محمد علامات العياء. علت سحنته صفرة، وتراجعت بنية جسمه، وبدأ يدب فيه النحول. أغلب التجار لم ينتبهوا إلى حالته. كان يغادر القيسارية عند وصول أول تاجر. وحده تاجر الشربيل وخيوط الصقلي عبد الغني تنبه إلى أن العم محمد يعاني مرضا ما. سأله ذات صباح، ولكنه لم يتلق منه جوابا، فقد شكره على اهتمامه، وكان عبد الغني قد عرض عليه أن يصحبه إلى الطبيب. صار الرجل لا يقوى على القيام بجولاته الليلية في القيسارية، ولم يعد ينبئ عن وجوده في الداخل سوى صوت أم كلثوم المنبعث من الراديو كاسيت. سرعان ما صار يستعين بعصا يتوكأ عليها. للقليلين ممن يتجاذب معهم الحديث بين فينة وأخرى شكى ألما في الظهر وفي الساقين. ثم ذات مساء لم يأتي إلى عمله. رفع آذان العشاء في القيسارية، ولما قضيت الصلاة تلك الليلة من مارس بدأ التجار يغلقون دكاكينهم وينصرفون. في جملة من تأخر المعلم عبد العزيز صاحب محل الخياطة التقليدية، وقد تنبه إلى أن العم محمد لم يأتي بعد وأنه تأخر، إذ كان يأتي قبيل صلاة العشاء. كان على رابطة التجار أن تتدبر الأمر. اتصل عبد الغني بائع خيوط الصقلي بالعم محمد، ولكن هاتفه ظل يرن. لم يتلقى جوابا بعد عدة محاولات، وكان الحل أن يبيت تلك الليلة في القيسارية الحارس الذي يعوض العم محمد أيام الجمعة عطلته الأسبوعية. في صباح اليوم التالي تطوع عبد الغني لاستطلاع ما حدث للعم محمد، فقد كان الوحيد الذي يعرف عنوان سكناه.
يذكر أنه أوصله مرة إلى باب العمارة التي يسكن غرفة في سطحها. أوقف سيارته في باب العمارة، دخل، كانت عمارة قديمة تفتقر إلى العناية. قبل أن يتخطى الطابق الثاني التقى رجلا نازلا السلم، سأله عن العم محمد، ولما تنبه إلى أن الرجل لم يعرف من يكون العم محمد أضاف أنه يبحث عن رجل يعيش في غرفة وحده على السطح. دله الرجل على غرفته، كانت الأولى على اليمين بعد أن يتخطى عتبة الباب المفضي إلى السطح. لما وصل عبد الغني إلى ذلك الباب كان قد تجاوز الطابق الرابع وكان يتصبب عرقا، منح نفسه بضع دقائق لاسترجاع الأنفاس. تقدم إلى باب حديدي كان الأول على اليمين، يبدو أن صفيحته لم تلمسها صباغة منذ أمد بعيد، كان يغلب عليها لون الصدى. طرق الباب، طرق مرة أخرى. من عمق الغرفة سمع سعالا، يبدو أن العم محمد مريض. أطل رأس من باب الغرفة المجاورة، كان رجلا، نظر إليه ثم عاد، ولكن عبد الغني الذي لم يسمع ردا اقترب من الباب حتى كاد يلصق بها وجهه، ثم بدأ ينادي: محمد، محمد. أخيرا سمع جوابا: ادفع الباب، ادخل. بالكاد كان يسمع صوته. دفع عبد الغني الباب فوجد نفسه في غرفة هي أقرب إلى ممر منها إلى غرفة، كانت تمتد بضعة أمتار وتنتهي بجدار به باب صغير لا دفة له. في عمق الغرفة الممر سرير من خشب، كان العم محمد ممددا، المكان شبه مظلم وبالكاد استطاع أن يتبين وجوده على السرير، كان ملتحفا بطانية داكنة الألوان. حاول الجلوس. دعك مستلقيا عمي محمد، قال له عبد الغني، كيف حالك؟ كما ترى فيك الخير سي عبد الغني. في أيام معدودات صار الرجل ظل نفسه، نهض من سريره، مشى جهة الباب وأنار الغرفة. قال له عبد الغني، سآخذك إلى المستشفى. لا، الأمر لا يحتاج، لا داعي، كان صوته خافتا. أرى أنك بحاجة إلى ذلك. نهض عبد الغني، بدا له أن الرجل في حالة ضعف شديد وأنه لن يستطيع تحمل نزول سلاليم العمارة، ولذلك خطر بباله أن يأتيه بطبيب إلى غرفته تلك. سأعود بعد قليل. صمت العم محمد، عاد إلى سريره واستلقى. بعد نحو ساعة عاد عبد الغني ومعه طبيب شاب، فحص الشيخ، طمأنه، كتب له وصفة، ولما كان نازلا من العمارة أسر لعبد الغني بأن الرجل في حالة صحية صعبة وأن عليه أن يدخل المستشفى للعلاج. اشترى عبد الغني الدواء الذي وصفه الطبيب وعاد إلى العم محمد، ناوله حبة وكأس ماء. كان عبد الغني يفكر في المستشفى الذي يمكن أن ينقل إليه، أعد له كأس حليب دافئ، ولما رآه وقد استراح قليلا أبلغه بأن حالته تستوجب نقله إلى المستشفى، ولكن العم محمد عاد وأبدى امتناعه عن الذهاب إلى المستشفى. قال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب سيحقق الشفاء المنشود. وحتى يقنع عبد الغني بأن صحته ليست بالتدهور الذي قد يتصوره جلس على فراشه، صمت قليلا ثم قال: لا تقلق سي عبد الغني، نحن في الحياة نسعد ونحزن، نصح ونمرض، ثم سنموت يوما حتما، كذلك قدر الإنسان في الحياة. في حياتي سعدت بمعرفة رجال يستحقون رجولتهم مثلك سي عبد الغني، وصادفت أنصاف رجال وأشباه رجال سامحهم الله. كان يبدو وكأنه يحدث نفسه. فاجأ كلامه عبد الغني، بدا له وكأنه يقدم للإفصاح عن شيء ما، ولكنه عاد ليلزم الصمت، وحتى يستدرجه إلى قول ما قد يكون يريده قال عبد الغني: نعم عمي محمد، كذلك هي الحياة، نقابل خلالها أصنافا شتى من الناس، نلتقي من يسعدنا ونسعد به، ومن يؤذينا ويظلمنا ومن ينصفنا. تنفس الشيخ نفسا عميقا، صمت حتى ظن عبد الغني أنه نام، ثم عاوده سعال:
ولما هدأ قال: سي عبد الغني، أنت إنسان طيب. العفو عمي محمد، الله يشفيك. استمع جيدا إلى ما سأقوله لك واحفظه خيرا إن شاء الله. ناولني ذاك الصندوق الصغير. أشار إلى صندوق خشبي قديم كان بجوار حقيبة سفر. لما جاءه به فتحه وأخرج منه ظرفا أبيض، بداخله كانت مجموعة من الوثائق، منها جواز سفر قديم. أخرج منه أيضا صورا ووثائق أخرى. كان عبد الغني يراقب في صمت. قال العم محمد: هل أستطيع أن أستأمنك على سر؟ لم يرد عبد الغني، كان يريد أن يعلم أولا. أريدك أن توصل هذه الأمانة إلى عائلتي. كانت المرة الأولى التي يسمع فيها العم محمد يتحدث عن عائلته. الجميع في القيسرية يعلمون أنه رجل يعيش وحيدا ولا يعلم له أهل ولا أقارب. هم عبد الغني بالحديث، ولكن العم محمد طلب منه أن يتريث. قال له: لن أدعك حيرانا، سوف أفضي إليك بأشياء أرجوك أن تحفظها. اسمي عبد الكبير وليس محمد، أنا عبد الكبير الريداني، جئت من وجدة قبل 12 سنة، خلفت ورائي زوجة وولدا لم أرزق غيره. هذا جواز سفري، انظر، انتهت صلاحيته منذ سنوات. تناول عبد الغني الجواز. في الصفحة الأولى صورة صاحب الجواز، لم يشك في أنه العم محمد عبد الكبير الريداني. عنوان سكناه وجدة. ألقى نظرة على صفحات الجواز، كانت بها عدة أختام أغلبها يسجل العبور عبر بوابة مليليا المحتلة. كانت الصورة نفسها على بطاقة التعريف الوطنية. حلق عبد الغني بعيدا بخياله. من يكون هذا الرجل؟ هل هو العم محمد الذي عرفناه على مدى 10 أعوام هادئا وديعا وخدوما، أم هو شخص آخر؟ كان الشيخ صامتا هناك فوق سطح تلك العمارة القديمة في حي المحيط، يعم سكون غريب. عاود الشيخ السعال. ناوله عبد الغني كوب ماء، ثم بعد لحظة قال له: لا تستعجل الأمور، ستعرف كل شيء. هل تعدني بمساعدتي؟ نعم أعدك، رد عبد الغني، سأقول لك كل شيء. ظهر ذلك اليوم ساد سكون سطح العمارة، حيث يكتري العم محمد غرفة. وبرغم المرض الذي كان ينخر جسده، كان الرجل يبدو سعيدا. لقد آنس وحدته ذاك اليوم عبد الغني، تاجر الشربيل وخيوط الصقلي في تلك القيسرية التي يعمل بها منذ 10 سنين. جاء إليه بطبيب إلى غرفته، وصف له دواء، وأسر إلى عبد الغني بأن حالة الرجل تستدعي نقله إلى المستشفى. ولكن العم محمد الذي تبين الآن أن اسمه الحقيقي عبد الكبير الريداني رفض بإصرار، كان يفكر في البوح بأسراره. استوى على سريره وقال بصوت به بحة: سأقول لك كل شيء، فربما أدركني الموت. لقد أخفيت هويتي الحقيقية لأنني كنت ملاحقا من أحدهم، كان شقيقه شريكا لي في التجارة، كنا نعمل في التهريب. مات المسكين في حادثة، انقلبت السيارة التي كان قد حملها بمواد مهربة كان ينقلها إلى سوق ابن درار، اشتعلت النار في السيارة، ظل حبيس الحطام ومات. سكت قليلا وكأنه يستحضر الوقائع، كان يبدو حزينا. كانت تجارتنا رائجة وكنا نتقاسم ما تدره علينا من أرباح، لم يحدث بيننا خلاف يوما، كان الشرقي رجلا مستقيما، اشتغلنا سنوات معا، كذلك كان قدره أن يموت في تلك الحادثة الأليمة. باغت الشيخ السعال، ولما هدأ استأنف حديثه. لقد أعطيت أرملته ما كان بذمتي من ماله، ولكن شقيقه كان يريد أن أتعامل معه وأن يكون المستفيد من تصفية الحساب. ذات مساء طلب مقابلتي، اتفقنا على اللقاء بالقرب من المطار. لم يكن بمفرده، كان معه شخص آخر لم أكن أعرفه. عاود مطالبتي بنصيب شقيقه في التجارة. كنت قد سلمت أرملته كل شيء وقد أكدت له ذلك.
ذكرته بأن ذلك تم بحضور شهود، ولما أيقن أنه لن يحصل مني على شيء هددني، قال إنه سيقتلني ذات يوم. احتدت نبرة الحديث بيننا، تدخل الذي معه يريد أن يضربني، قاومته ثم سقط على الرصيف، ارتطم رأسه بحجر كان هناك، حاول النهوض ولكنه لم يقوى على ذلك، رأيت الدم يخرج من رأسه. امتطيت سيارتي وانطلقت مسرعا، كنت خائفا، لم أحسب أن الذي حدث سيؤدي بي إلى الرحيل عن وجدة. علمت لاحقا أن الرجل مات يومين بعد ذلك، وأن شقيق شريكي السابق اعتقل وتوبع بتهمة القتل غير العمد. في محاضر الشرطة ورد ذكر اسمي، وخشيت أن يتم القبض علي. في تلك الليلة ودعت زوجتي وولدي نبيل الذي كان في الثامنة من عمره، قلت لها إنني راحل عن وجدة وسأعود بعد أن تهدأ الأمور، وإن سألوك عني قولي إنك لم ترينني منذ 3 أيام. كان عبد الغني ينصت باهتمام، أضاف في حدود منتصف الليل امتطيت القطار الذي انطلق إلى فاس، رن هاتفي المحمول عدة مرات ولكنني كنت أخاف الرد، كنت أرى على الشاشة أسماء أصدقاء وحتى رقم هاتف زوجتي ولكنني لا أرد، لأنني كنت أخشى أن يكون الاتصال كمينا. نزلت في فاس، لم يكن لي في المدينة معارف أو أقارب، كان الصبح قد انبلج، مشيت على غير هدى، ثم وقعت على ورش بناء في الطريق المؤدية إلى إفران. اشتغلت مع شركة بناء عاملا بسيطا، لم أكن متعودا على إعداد خلطات الإسمنت، كنت أبيت في الورش. في الأيام الأولى كنت كلما آويت إلى البراكة أحس بحجم التعب الذي ينالني. عملت مع تلك الشركة في فاس 2 عامين، ولما حصل صاحبها على صفقة الإصلاحات في القيسرية هنا في الرباط انتقلت معه. قررت ألا أعود إلى وجدة. كان يتمالك نفسه بينما الدموع تغالب عينيه، لا تجهد نفسك يا عم عبد الكبير. كانت المرة الأولى التي ينادى فيها باسمه منذ 12 عاما، بدا وقد تخلص من بعض ذلك العبء الثقيل الذي كان يحمله في صدره، استعاد هويته الأولى. كانت الساعة تقترب من 3 بعد الزوال، رأى عبد الغني أن عليه أن يذهب إلى القيسرية، فقد يأتي زبون لاستلام بضاعة، ثم عليه أن يذهب حتى يتمكن مساعده من الذهاب لتناول وجبة الغداء. كيف تحس الآن يا عم عبد الكبير؟ أنا أحسن حالا، آمل أن يكون الدواء الذي أتيت به ناجعا إن شاء الله. ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟ أريد أن أرى زوجتي وولدي قبل أن أموت. هل تظن أنهما في وجدة حيث تركتهما؟ نعم أظن أنهما هناك. هل تريد الذهاب إلى وجدة؟ صمت الرجل ثم تنفس بعمق وقال وجدة، وجدة بعيدة الآن. قال عبد الغني حين تشفى من مرضك سنساعدك على الذهاب إلى وجدة. تبسم وقال إن شاء الله. كتم عبد الغني سر العم محمد، عاده في غرفته هناك فوق السطح بعد 2 يومين، بدأت تظهر عليه بعض علامات التحسن، سلمه قدرا من المال مساعدة من تجار القيسرية، سأله إن كان قرر الذهاب إلى وجدة. سأحاول الاتصال بزوجتي وولدي، إن تسنى لي ذلك طلبت منهما أن يأتيا عندي إلى هنا. هل لديك وسيلة للاتصال بهما؟ أخرج من صندوقه الخشبي الصغير ورقة بها رقم هاتف البقال الذي كان يتعامل معه، طلب من عبد الغني أن يحاول الاتصال بذلك الرقم وأن يسأل عن نبيل ولد عبد الكبير أو عن أمه جميلة. شكل عبد الغني الرقم على شاشة هاتفه المحمول، إنه يرن، ثم جاء صوت رجل، علم منه أن نبيل سافر إلى بلجيكا وأن أمه ما زالت حيث كانت. كان العم عبد الكبير يتابع الحديث، وبقدر ما فرح لكون زوجته ما زالت حيث تركها
بقدر ما أحزنه أن ولده صار بعيدا. لما تحدث عبد الغني مع جميلة حصل منها على رقم هاتفها الخاص ووعدها بالاتصال بها قريبا لأمر يهمها. انتاب العم عبد الكبير شعور غريب، تلك التي أحبها وتزوجها وأنجب منها ولده الوحيد ما زالت تنتظره. 12 سنة مرت على هروبه من وجدة، ناوله عبد الغني الرقم. قرر أن يعود إلى وجدة وليكن ما يكون. في الصباح نزل السلاليم يتوكأ على عصا، حمل دواءه ولا شيء آخر. محطة الرباط المدينة قريبة، اشترى تذكرته ونزل يمشي ببطء إلى الرصيف. انتظر نحو ساعة، كانت 11 لما انطلق القطار. لم يغمض له جفن طوال الرحلة. في حدود 10 ليلا كان القطار يدخل محطة وجدة. غادر المحطة وتوجه إلى مقهى قريب. في الرباط وقبلها في فاس كان يحس بأنه في أمان، هناك كانت علاقاته محدودة. أما الآن فإنه لا يراهن سوى على لحيته الكثة والشيب الذي غزاها كي لا يثير الانتباه. هو في مدينته وقد يفتضح أمره في كل حين. فكر أن يتصل بجميلة ولكنه تراجع، خشي أن يتسبب لها في صدمة. قرر أن ينتظر إلى الصبح فيقصد منزل أصهاره. كان المؤذن ينادي لصلاة الصبح لما مرت من أمامه سيارة للشرطة. أبطأت السرعة ثم واصلت طريقها. أحس بالتعب، أراد أن يستريح. فكر في التسلل إلى مقبرة النصارى، قصدها. في نهاية الأمر قرر أن يتمدد على الرصيف في زاوية تخفيه عن الأنظار. لم يدر كم مر من الوقت، أيقظه حارس المقبرة. كانت الساعة تقترب من 10:30. نهض ومضى إلى دار أسهاره. فوجئوا به في الباب، حكى لهم هروبه. اتصلوا بجميلة لم تتعرف عليه في البدء، وحتى بعد أن عرفته لم ترتم في أحضانه. ظل يحلم بتلك اللحظة 12 عاما. كانت تراه خائنا، تخلى عنها وعن ولدها بدون سبب حقيقي. قالتها له، رد بأنه هرب خشية اعتقاله واتهامه بقتل صديق شقيق شريكه الشرقي. وقد فوجئ هو لما علم من شقيق جميلة أن الرجل لم يمت وأنه ما زال حيا يرزق. صدم، هل أمضى 12 عاما هاربا من جناية لم يقترفها؟ كان يتحسر على تلك السنوات التي أمضاها بعيدا عن أسرته. نظر إلى جميلة، لم تفقد الكثير من نضارتها، ولكنه عمر مضى.